في قصة كده ايه بتتكرر في العالم، في الصين، في الهند، في مصر، في أفريقيا، في أمريكا، في المكسيك، ماشي، وهي نفس الكلمة، نفس القصة. الجديد إن في حد بيكلمني، ماشي، ويعني بيقول أنا الأم، مش المصدر، أنا الأم في اللعبة دي في الدنيا. وبتقول لي أنت مش هتخرج أبدا إلا لما تلعب معايا وتقتلني. فبيفكرني بأيسيس وابنها، ولا كليوباترا وأنتونيو، ولا مش عارف مين اللي قتل أمه في الآخر. الأسطورة دي، أنا ليه بيحصل لي الكلام ده؟ ماشي، أنا واقف هنا ما بين نصفي الدماغ الشمال واليمين بأجزائهم كلهم، بشياطينهم وملائكتهم والملائكة بتاعتهم. ولما سبت السماء ونزلت عند القلب عندي، لقيت الأم بتكلمني بتقول لي أنا الديم هيرش، يا إما تلعب معايا عشان تخرج وتقتلني، يا إما هدنك هنا. حتى لو سمعت كلام نصف دماغك اليمين وطلعت بره هتبقى أحد أدوات إيديا، خلاص. فلغاية دلوقتي ماشي، أنا لقيت الكلام دوت، بس خبر في دماغي الأسطورة. فأنا عامل زي طبق الدش دلوقتي مفتوح 360 درجة، والمفروض إن أنا أتوائم مع 360 عفريت شيطان أي داهية. ومش عارف، يمكن هي دي ترتيب خروج الواحد من اللعبة، إن الأفلام والأساطير دي تبقى بجد حقيقة، بحيث إنك لازم تقتل أمك الديمي هيرش. هي ما قالت، يعني هي بتقول لي أنا مان، أنا رجل، بس بتقول لي أنا الأم، ماشي، وأنا ملكة الكذب والخداع. فانت على طول ما تصدقنيش، فانت عايز لازم تلعب معايا. الصوت انقطع. طب دلوقتي كده في صوت استاذ؟ الصوت انقطع. لو تسمع اعمل ايه بقى؟ طب ها يا اولاد اعمل ايه؟ سامعني؟ بس الهولوجرام بيقول كده، يعني كل اللي يعرفني او بيشوفني في حبل طاقه بيني وبينك، بغض النظر بنتبادل، بس انا حتى تشويشكم كله انا بلقطه، على اساس ان انا نقطه مركزيه الكل شايفني كده، لكن انا مش شايف نفسي كده. فبحس ان انا تلفزيون، بحس ان انا عندي 4000 قناة، كل شوية اعمل كده الاقي حد بيتكلم، انا اعمل كده الاقي حد بيتكلم، وانا مش لاقي حد يساعد اتكلم معاه. لغاية لما وصلت قلت بس سيبك من الوش اللي فوق، انزل تحت عند القلب. وزي ما حكيت كده قصة انا الديمي هيرش لازم تلعب معايا، وشفت الفيلم اللي لازم يقتل امه ولا يقتل مش عارف مين عشان يقود المسيرة، يا اما تلعب بقى هنا وتسيب اللعبة زي ما هي، بس زي ما انت عايز، العب، افرح، اقتل، اعمل اللي انت عايزه، بس يسيب اللعبه زي ما هي. وبتقول لي انا لوم الدنيا، بمعنى الكلام يعني، ومش هتعرف تطلع. وكني انا فعلا في فزوره، واخدين بالكم؟ وكني كل درجه من درجات 360 درجه ليها مصدر، سيد، ام، اب، واخدين بالكم؟ كل خط من 360 درجه جوه الدائره اللي انا فيها دي
لمصدر وام واب وشموس وكواكب و و و و و و لغايه ما امبارح ماشي حصل هبل كده. فرحت قايل انا الله وبطلوش من كتر الكلام. اي نعم انا بجيب وصفات سحريه وبعرف اخبار ومعلومات رهيبه و و و ممكن اجيب اصل الكون كله ومعلومات كلها مختلفه، بس كله بيربط حاجه واحده، يعني كله بيقول بوجهه نظره. واكني انا القناه دي بتقول بلغه فلسطين، القناه دي بتقول بلغه امريكا، لهجات يعني، بس الكل بيحكي مش حدوته واحده، بيحكي من موقعه، من مما هو شايف، مما هو شايفني من النقطه المركزيه فين، شمال جنوب يمين شمال الحته دي يعني. طبعا انا لو قلت الكلام ده على اليوتيوب ولا مصيبه محدش هيصدقني، ولا الواد ده بيخرف ومش فاهم، بس اللي يعرفني ان انا مش باقي حتى على كلمه جنان. حتى كلمه عقل عندي التفكير نفسه عاد مؤلم بالنسبه لي، لدرجه ان انا حبيت استعيد التفكير، استعيد المنطق والتسلسل، ما عرفتش، وكاني اتعودت على الفوضى، بس زهقت من الفوضى. فمش قدامي الا ان لازم العب، ما لقيتش حل تاني اني لازم العب مع الديميرش، مع الام جيوش بقى، صحراء ملايكه الكل تحت، بتقول لي انت الكينج، انت ابني، بمعنى انت ابني وانت الكينج، وتحت ايدك اليات الظلام والنور وما بينهما. طبعا انا مخضوض من الكلام ده، انا عارف ان انا اقدر اوجه طاقه، اغير تركيب جزيئات في مرض معين، اقرا مشكلتك، انقل لك رساله، اقول لك حل، لكن يعني لدرجه يعني في وسط لو تقدمت خليك تلعب مع القمر وفينوس وعطارد. فقلت لها خلاص ما دام انا لسه عندك في الدنيا اديني علامات، اديني علامات اشوفها بعيني. قالت مش مصدقني، قلت لها هصدقك ليه؟ كنت بتقولي انت ديميرج وانت كذابه اصلا، اديني علامات، خلي بينا وبينها كده ايه، حتى اخدعيني بس قولي لي هي دي العلامه بتاعت الخدعه بتاعتك، شوف انا وصلت معاها ليه؟ يعني حتى لا يعقل. يعني انا يعني حتى لو انا بلقط الكلام دوت من نصف الدماغ اليمين، ده مش نصف الدماغ اليمين، ده القلب. وكل ما وانهي قلب؟ القلب رقم اربعه اللي هي شكل اربعه، مش القلب اللي هو بتاع ثمانيه، شكل اربعه. وكأني شكل اربعه تقول لي انا البعد الرابع النجمي مش هتطلع. ده معنى الكلام بترتيب يعني وفهم انا يعني. ماشي؟ طب حلو، انا عايش في الدنيا الحبه دول، العب. العب. بعد ما اموت هتعملي فيا ايه؟ زي ما انت عايز. محدش دعوه بيك. زي ما انت عايز. معايا؟ طب حد انت بتكتب؟ حد بيكتب؟ ما علينا بقى. فالمهم انا مش في حيره، انا مذهول. يعني انا تحت صوابع ايديا ملك. يعني انا لو صدقت تحت صوابع ايديا، بس اشوف العلامه بقى، او زي ما بيقولوا ايه مع الاسياد، ولا اشوف ايه؟ اشوف بياضك في الودع. ارمي بياضك، ارمي بياضك ايها الدمير، يا ماما يا نصابه، ها؟ ووريني هلعب معاك ازاي؟ لدرجه ان انا مثلا عشان تتغلب على الغباء اللي انت فيه، انت لازم لك سحر. عمر ما في صوره تنفع مع الزباله اللي احنا فيها، ولا ادب ولا صلاح، ولا حتى كلمه غير صالح تنفع معاهم. قوانين فيزياء مش لازم لها الا قوانين فيزياء تتغلب عليها. فانا بابي روح يا بابا عشان انا في لايف. بابا ايه بابا؟ باي. ماشي. معلش يا جماعه. فاللي عايز يتكلم معايا يتكلم، انا يعني يفتح الميكروفون ويتكلم. اهلا استاذ، انا لو سامع صوتي انا عايز اتكلم. تفضل. فحسب كلامك يعني هذا يعني انت تحاول ان تضع علامات اكس او تحاول ان تكون لك ارضيه، يعني ساحكي هنا تجربتي الخاصه، يعني احاول ان اجعل او اجد علامات الاكس الارضيه التي سوف تنقلني الى السماء. فهذا التشويش او الالم، يعني الفرح او الحزن، يعني في حد ذاته هما الم، فهذه الفوضى يجب ان العب من خلالها او اضع علامات اكس من خلالها. يعني حتى يعني عندما يصير الموت او مرحله الانتقال الى بعد اخر من خلال ذلك الموت، يعني اكون يعني في حريه او اعرف الرساله من خلال لعبي مع في هذه الدنيا، ارى هذا. وايضا
يعني من خلال تفاعلي مع أي شخص يعني هناك عملية احتراق في داخلي تحصل، يعني ذلك هو الموت، يعني فهنالك موت والخلوة هي الحياة، أو الوحي يأتي من خلال الموت والحياة، يعني أنت تكون في شكرا أستاذ، هذه وجهة نظري بصفة عامة. نعم شكرا. عندك يا جماعة نظر ثانية؟ حد من البنات؟ حد من الرجالة؟ ازاي حضرتك أستاذ؟ أهلا ياسمين يا عمر استاذنا. شكلك اتغير وصوتك اتغير وحلويت اتغير ولا حاجه. اسمح لي بقى على الهواء. قول يا عمر، قول يا عمر اكيد. صوتك اتغير وشكلك اتغير. المعلومات كتيره يا ياسمينه، ف ملامحي بتتغير، المعلومات كل ما كانت تقيله كتيره جسمي يعني زي انا بملى جسمي بمعلومات، فجسمي بيتشكل بالمعلومات اللي جايه، وحشه حلوه مش مشكله، انت اللي شايفها كده واخدين بالكم، فالجسم برميل بيعبي فيه معلومات، يطلع حلو ويطلع وحش مش مشكله، بس اسمه معلومات وطاقه، فمين اللي بيشوفها؟ انتم مش انا. صح، اذا كنا عايشين في البيئه اللي احنا فيها يا استاذ تمام وتمام كله تمام ومفيش اي يعني حاجه من اللي قدامنا تثبت ان هو بيضايقنا، يعني مثلا خلاص كله بقى تمام، لكن اللي قدامنا مازال زي ما هو او بيبان عليه علامات بسيطه، ماليش دعوه بيه. تمام تمام، ولسه مثلا وضع الماديات يعني ايه زي ما هو. كلنا مش انت الواحد. مش هنهزر، كلنا فرانين. يعني ده ما بيكونش مثلا من ان انا مثلا يعني مستقبله دوت وراضيه بيه، انا راضيه بيه بحب على فكره. ما انا هفهمك حاجه بقى اسمي للكل اهو بقى. سحر المال، ها؟ سحر المال، سحرة المال اكبر من اللي جوانا. يعني مهما كان اعتدالك وطريقه كلامك وفكرك واحساسك بالوفره و كل الكلام ده، لا يا بابا، سحر المتحكمين في المال اقوى مننا مليون مره. فانت لازم تجيب لهم سحر يضاهيهم، عمر ما هيبقى عقلك ولا احساسك ولا قلبك ولا افكارك ولا معلوماتك اللي هنا اللي لما تجيب لهم سحر يماثلهم ويتغلب عليهم. هم هي دي سحره، زي موسى كده والسحره. لازم سحر قدام سحر. كلنا هنفشل، كلنا فقره. كلنا فقرانين مهما كان معاك فلوس في البنك ولا نعم؟ الغنى من الداخل. ما فيش الكلام ده كمان، يعني سيبك من يعني درجه الفلسفه ديت، انا يعني كنت بحكيها كل يوم احساس والله احساس كان احساس أيوة كشعور ماشي. يعني ماشي حلو حلو، بس لما تيجي تطبقي تطبقي اللي جواكي على صحره الخارج مش جايه. ما ينفعش اعملي اللي انت عايزاه بقى، اتشقلبي اشتغلي مليون شغلانه، هم شوية المال دول اللي جاي لك عشان انت تعبتي يعني صرفتي 10,000 جنيه مثلا، هيرجعوا لك 9 كمان، وهتصرفي من 9 عشان تعرفي تجيبي بضاعة تانية، وده انك تخسري تخسري تخسري، حتى لو كنت تجارتك حلوة ورائقة، بس كل اسمه خسارة في خسارة في خسارة، الا اذا انت لعبتي زي ما هم عايزين يلعبوا. ده انا دلوقتي ماشيه بنظريه حضرتك الصراحه، دايما افتكر حضرتك ان انت بتقول يعني ما نديش للماتريكس فرصه ان هي اللي تسوقنا او يبقى هو الشغل هو الشاغل بتاعنا، لا خلاص الفكره دي يعني يعتبر اشتغلت عليها كتير، اللي هو بقى عادي، بقت الدنيا عادي. افهمك حاجه اولا اللي حكيته دلوقتي ماشي عكس كل الدنيا اللي بتقوله لازم نخرج من الماتريكس، صح؟ صح كده؟ انا كمان مستغرب من اللي انا حكيته، يعني ليه في موجة خروج من الماتريكس؟ يعني انا برضو يعني لما كنت بلقط كلام في خروج مؤخرا، العب معايا عشان احرجك، يعني واخده بالك؟ ايه خروج افكار، مش خروج ان احنا هنخرج مش عايزينها، هنخرج كارهينها، لا اخرج منها بافكارنا. الاتفاق هنا انك تقتلني وامشي. طب معلش وضحها شويه، ازاي وضحها شويه معلش. وانا لازم العب بقوانينهم، ما العبش بقوانين انا الروحانيه المحترمه والفلسفه الكذابه. من حاجه وصلت لها ان كلمه سحر دي
هي اساس الحياه هنا. لو ما مشيتش بالسحر، اصل كلمه السحر هنا يعني ايه؟ بعيد عن المنطق، انت عن ترتيب الافكار، بعيد عن الفاعل وفعل ومفعول، تركيب الجمله الاسميه بترتيب 1 2 3 4، انت ممكن تعد 17 12 1، هم دول الترتيب الارقام بالنسبه لك، ده اسمه سحر شفره. فانت تلعب معاهم على لعبهم عشان تكسبهم، تلعب بمقاييس دماغك هنا وروحانيتك وكل 360 درجة بنصفي دماغك اليمين والشمال، انت فاشل مش هتخرج. تذكرت كلمة، انك لازم تخش جوه الماتريكس وتطلع من ديلها. فاكرين الكلمة دي؟ يعني مش انا قلت الماتريكس شبه الجاموسة كده وبتاع وحش ومش عارف ايه، ولازم تخش جوه الماتريكس وليها ديل من ورا، هو دي التيوب اللي طلعك من الاخر؟ قلت في فيديو من الفيديوهات كده يعني. استاذ يعني عندي تنويف، هذا حسب وجهة نظري مثل ما انت تقول. يعني ارى انه يعني عند خروجي من المنزل وتعاملي مع الناس، يعني هنالك طرق تفكير يعني تربيت عليها او ربيني عليها المجتمع والاخر تربى عليها، ولكن هنالك مثل ما قلت او شفرات او كودات يعني تجعل، او سحر نوعا ما، يعني لو وضعناها تحت اطار سحري تجعل معاملتي مع ذلك الشخص يعني تكون يعني يكون علاقتي معه في يعني مصلحه المال، لانه يعني في العالم الخارجي لو تواصلنا مع اي شخص سوف نجد ان جل مصالح يعني مصالحنا معه هي ماديه يعني ماليه نوعا ما، صح؟ فتلك عملية الاحتراق يعني، أو عندما تواصل مع ذلك الشخص يعني إذا فكرت بنفس طريقة التفكير التي يفكر أو التي صنعت أو صنعني لها المجتمع لكي يفكر بها، أنه سوف يكون هذا التفاعل نوعا ما فاشل أو الذي، فلذلك يعني كل فهمتك. طيب المجتمع ظهر وباطن، يعني الزبالة اللي احنا فيها دي ظهر وباطن، سماء وأرض، ماشي؟ السماء والأرض، الأرض اللي هي اللي ظاهرين قدامك، سماء وارض ظاهرين قدامك، ليهم برضو ظهر وباطن. المجتمع الظاهر قدامك ده كله مش هادي الطريقه بيقول لك عليها، احنا هنلعب ببواطن سحرهم، بباطن الارض وباطن السماء، بباطن المجتمع السماوي، بباطن المجتمع الارضي، هي دي الاساس اللعبه. هم دول اليمين والشمال، هم دول ابيض واسود. يعني انا مش هلعب باخلاقيات الناس الهبله اللي قدامي اللي انا كرهتها اصلا. انا هلعب بصيغه المنافق ليكم. يعني انا مش راح انصب عليك، انا ماليش دعوه، مش انصب عليك، الكلام بالعربي مصيبه، انا مش رايح اخدعك، انا هلعب بعيد عنك اصلا. يعني انت مسخر لي حاجات توقف لي حالي، انا هسخر حاجات توقف لك حالك. فاهم دي؟ حد فاهم دي يا جماعه؟ ايوه استاذ، ولذلك يعني عندما نتعامل مع الناس فالاشخاص رموز يعني وليست اشخاص يعني نراها من جانب اخلاقي او فكري او عاطفي. ما فيش اشخاص، انت مش دور الاشخاص دلوقتي، تصر الناس، انت ما بتعملش ناس، انت بتعامل اللي ورا الناس. الافكار التي مش افكار، انا ما بتكلمش افكار خالص، ولا تفكير يعني، ولا اصول ولا عقائد ولا تصر الاخلاق، تصر الدين، مش قصدي كده خالص. انا قصدي انت هتجيب شمهورش ضد عفاكوش بتاعهم، هم بيستعينوا بملائكة، انت هتستعين بشطار، والعكس صحيح، مع ان الاثنين عادي بالنسبة لي، ما فيش حد فيهم وحش. شيطان يعني اسود في الاخر، يعني كلمة ست، ستان، ست، كل دي اصل كلمة هيروغليفية يعني اسود، لون اسود، خلاص، لون اسود، جن، جا، رجيم، جهوفا، جهوة، جيزس، كل ده اسود، 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 اسود. زي كم، جم، كمت، جامد، هي الكاف والجيم والدال والت والميم والنون واللام والره، كل ده بتشقلب في الصوتيات في اللغه، فاهم؟ كله حاجه واحده. فشطان يعني اسود، يعني كلمه يعني ماده سوداء، يعني منهم صحراء ومنهم حلوين، يعني شايفين حلوين ومش شايفين، جن حلو وجن وحش، ولناش دعوه بقى مسلمين ومش مسلمين. الملائكه بتوع نور الابد المشعين دول صحراء واجهزه وماشين وبتاع، فانت رايح فين؟ انت ما بين مطرقي الراحه، زي ما بيقولوا الموت امامك وخلفك. فلا مجال ان اعيش الان. اعيش ميت هنا وميت هنا. انت عايزني ساحر هنا، ساحر ناحيه عينيا، لكن اعيش اهبل بصلاحيات المجتمع، بروحانيات الكذابه، بالاصول الروحانيه، انك تكون بتفكر بحكمه انك تخرج من الماتريكس، لكن انت مش عارف تلعب جوه الماتريكس، مع ان انا سمعت زمان ان لازم تتقن البعد الثالث عشان تخرج منه.
فانت هتدخلي ازاي اذا ما عرفتش كل الزباله اللي احنا قاعدين فيها، بين صحراء وملائكه ومين ده ومين ده ومين الشرابيم ومين ومين السرافيم ومين اللي بيتحكم جوه مخك ومين الانزيمات اللي هي الملائكه ومين انزيمات الشياطين وايه الاكل الملائكي وايه الاكل الشياطيني الابيض والاسود ها بكل اشكاله بقى بالرماديات بالابيض بالاصفر بالاخضر ما بينهم. فانت لازم العب، لازم اتعلم، فلازم اعرف. ودي ما لهاش دعوه بقى بصلاحيات انك تكون محترم، لازم تكون سافل. وسافل يعني انت باطني سحري بتتعامل مع الملائكه والشياطين وتطز في الناس، ايش دعوه بيهم؟ انت عايز ايه؟ عايز شويه مال الطقس دوت والروح دي تجيبها لك؟ انت بقى ايه زدوم رهقه ومش عارف ايه ازرق. اي نعم انا تعبت من الوشي اللي فوق، بس اسمهم معلومات، انا اسمهم معلومات، انا مش بقى حد ان يعمل القصه دي. انا بقول انا وصلت لكذا، عندي مقدره ان انا اعرف كل شيء في اي وقت في اي مكان، اعرف طريقه العلاج للمرض الفلاني في اي وقت في اي مكان، اعرف العب، عايز العب بحقين العب العب، انا مش نازل ادلع. واخدين بالكم؟ حتى يعني التوائم في النفس العليا ما بينش ضرب ومداك، انت ما بين الكرسيه الراحية دي برضو، وانت اسمك الوعي، يعني حتى انت اسمك الوعي، انت اللي بتلم من الشمال ومن اليمين واللي في النص المثلث الهرمي ده، انت الثلاثه، انت كل دول. فتخيل المخلوق واللعبه والدنيا يرش والنوم والصحيان، فانت نايم الكل فاهم دلوقتي، ما نصحى وانت مش مسؤول يعني لا حرج على النايم. انت نايم اصلا رغم كل اللي احنا فيه، فاهم انت؟ لا حرج، اعمل ما بدالك، لا حرج، اعمل ما بدالك، احنا في عالم العصيان اصلا، انا يعني مش بحرض حد يعمل اي حاجه، بس اللعبه قدامنا كده. حتى الكارما يعني وهم برضه. ماشي يا جماعه، حد عنده سؤال تاني يا اولاد؟ قافل. شكرا استاذ لمشاركه تجربتك. يعني لسه يعني انا لسه هعرف كمان هي عايزه، يعني هي عايزه ايه مني؟ الاسطوره دي عايزه ايه مني؟ اصل برضه الاسطوره دي ما دام تلف العالم دي في كل ثقافه في ايه؟ يعني احنا كده ماشيين صح بقى؟ يعني احنا كده ماشيين صح؟ ماشيين؟ ما عمرك ما كنت هتصدق ان الخرافه اللي اسمها اسطوره وتقتل امك ان يحصل ده. اسمعوا دي، اسمعوا دي بقى يا جماعه. عارفين الحصان الابيض اللي بيجي عليه سيدنا عيسى؟ ها؟ امبارح برضو يعني اتيح ليا ان انا اشوفه واكلمه وهو ده طريق النجاه ليا. عمري ما توقعت ان الحصان الابيض دوت ليه كيان جوه فكري. يعني يحصل فيه؟ انا عارف ان هو اسطوره، عارف ان هو يمثل في السماء في كونستليشن يعني مجموعه نجوم ماشي اسمها مش عارف الحصان الابيض، الاقي الكلام ده بيحصل جوايا. يعني انا ترجمته هو نفس الكلام اللي بيحصل في السماء اللي في الاسطوره حصل معايا امبارح. ايه ده؟ ايه التطابق ده؟ فالترتيب ده ايه؟ ده كله صح بس انت مش مصدق. الايجو هنا بيقول لك لا 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 لا، انت هتهبل، فين التعليم وفين اشيانا وفين الكريستوس وفين التمرينات وفين التكنيكات وفين مش عارف ايه. وبرضو انا ما بقنعش حد، انا بس انا بوضح اللي بيحصل لي عشان انا موديل. رايح النار رايح الجنه رايح في داهيه ولا تفرق، المهم استمتع بالتجربه حتى لو كانت جنان. انا مستمتع فعلا رغم الوش ده كله اللي انتوا شايفينه، انا مستمتع. ماشي يا جماعه، استاذن وسلام عليكم.